هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يأثم الشاب غير المتزوج إذا كان يخشى على نفسه الوقوع في الزنا أو اللواط، وهو والحالة أنه يستطيع الزواج إما عن طريق والده أو غيره بواسطة السلف والاستدانة؟ يجب عليه يتزوج إذا كان يخاف على نفسه من الفتنة وهو مستطيع للزواج، يجب عليه أن يتزوج حفظا لفرجه. قالت صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. أما إذا كان ما يستطيع الزواج فعليه أنه يصوم، قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، لأن الصوم يكسر الشهوة، يضعف الشهوة، فيكثر من الصيام التطوع إلى أن ييسر الله له الزواج. نعم.